السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله العلي القدير أن تكونوا بخير وعلى خير. في هذه الحصة إن شاء الله سنتمم دراسة الفلك وسنقوم بتحليل محور ثالث تعاقب الليل والنهار. بالنسبة لأهداف هذا الدرس، التعرف على بعض نتائج دور الأرض حول نفسها، التعرف على النطاقات الزمنية وكذلك سبب اختلاف التوقيت من بلد لآخر. نتعرف عن سبب تعاقب الليل والنهار. تعرفنا في الحصة السابقة على أن للأرض دورتان، الأولى هي دورانها حول الشمس والتي تستمر سنة كاملة لينشأ عنها الفصول الأربعة. بالنسبة للدورة الثانية هي دورانها حول نفسها، تستمر لمدة 24 ساعة لينشأ عنها تعاقب الليل والنهار. ففي أثناء دوران الأرض حول نفسها سيصبح جزء منها مقابل للشمس والجزء الآخر سيكون بعيدا عن الشمس، لذلك سيظهر النهار في الجهة التي تكون فيها الأرض قريبة ومقابلة للشمس، في حين يظهر الليل في المناطق التي تكون فيها الأرض بعيدة عن الشمس. وأيضا نظرا لأن حركة دوران الأرض حول الشمس بطيئة جدا، فإن تعاقب الليل والنهار يحدث بشكل تدريجي. لاحظوا الصورة جيدا. نتعرف الآن على نتائج تعاقب الليل والنهار. أولا، استقرار وثبات درجات الحرارة على سطح الأرض لتبقى مناسبة للحياة. حدوث الليل والنهار مهم جدا لنمو النباتات وتكاثرها، وأيضا ينشأ عنهما اختلاف في التوقيت العالمي للدول كل حسب مكانتها من الكرة الأرضية. كما ساعدت دراسة الليل والنهار في إثبات كروية الأرض. فيما يخص النطاقات الزمنية، تتكون خريطة نطاقات زمنية من أشرطة يمثل كل شريط نطاقا زمنيا. لاحظوا الصورة جيدا. يعتبر شريط المار من مدينة غرينتش بإنجلترا مرجعا للتوقيت العالمي، حيث يعتبر هذا التوقيت مقياس زمني مبني على دوران الأرض حول نفسها، وهو نسخة محدثة عن توقيت غرينتش Universal Time، يرمز له بـ UT. حسنا، عندما ننتقل من نطاق زمني لآخر يجب إضافة ساعة في حالة توجه نحو الشرق ونقص ساعة في حالة التوجه نحو الغرب. وعند قطع خط تغيير التاريخ في الاتجاه نحو الغرب يجب نقص يوما كاملا، وعند قطعه نحو الشرق يجب إضافة يوما كاملا. لاحظوا الصورة جيدا. صفحة 80 و 81، للتعرف على خط تغيير التاريخ وخط غرينتش. بالنسبة لعدد النطاقات الزمنية التي تتكون منها الخريطة هي 24 نطاق زمني، ولدينا أيضا بعض الدول تشترك في نفس التوقيت رغم تباعدها، ذلك يرجع لأنها تشترك في نفس خط الطول. ولدينا أيضا بعض الدول التي تتميز نظرا لشساعة تتميز بشساعتها، فإنها تشمل عدة نطاقات زمنية. مثلا الولايات الأمريكية، هناك 4 مناطق زمنية في الولايات الأمريكية: المنطقة الشرقية والوسطى ومنطقة الجبال ومنطقة المحيط الهادئ. ولدينا أيضا كمثال فرنسا، فهي تمتلك أكبر عدد من المناطق الزمنية في العالم رغم أنها ليست أكبر بلدان العالم. ولدينا أيضا كمثال الصين، لديها
منطقة زمنية واحدة رغم مساحتها الشاسعة. إذن في الحصة المقبلة إن شاء الله سنقوم بمناقشة الأنشطة الموجودة في الكتاب وبناء الاستنتاج. شكرا على انتباهكم، مع السلامة.